أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة أخبار الفن والمشاهير. في هذا الفيديو، جيمري جومالي تعشق الرقص والغناء والتمثيل، وليس لها حبيب وعمرها صادم، وما لا تعرفون عنها. ولدت النجمة جيمري جومالي في مدينة اسطنبول العاصمة في يوم 24 من سبتمبر عام 91، وعمرها في عام 2020 29 عام. وكانت طفلة مدللة، لها أخت واحدة وطفلة جميلة وطموحة وتحب اللعب والمرح، وشاركت في الكثير من الأنشطة المدرسية، ودائما ما تشارك في التدريبات التمثيلية بالمدرسة، مما جعل حب التمثيل قوي بداخلها وأصبح هدفا تسعى له. لم تمنعها عائلتها من الاهتمام بموهبتها، لكنهم أصروا على الاهتمام بدراستها أيضا، لذلك اهتمت بأشياء أخرى بجانب التمثيل مثل التاريخ والجغرافيا، وأصبحت تفكر أكثر في توسيع نطاق موهبتها، وبدأت بالقراءة عن كل شيء تحبه، ثم أصبحت متحمسة كثيرا للكتابة، وكتبت الكثير من القصص والمقالات. ولكنها لم تكتفي، واختارت أن تتعلم الرقص والغناء بعدما لاحظت أنها تستطيع فعل كل هذا، وبدأ حلمها بالتمثيل في النمو وقتها، وقالت طالما أنها تستطيع فعل كل ذلك أصبحت مؤهلة للقيام بالتمثيل. ودرست النجمة جيمري الكثير من الأشياء أولا، وتخرجت من جامعة اسطنبول قسم مسرح مثل ما أراد والديها، وكانت معها بالجامعة الفنانة هزال التي أصبحت صديقتها المقربة حتى الآن، وهي في عمر 18 من عمرها درست السياحة والفنادق، وعملت في السياحة لفترة واستمتعت بهذا العمل كثيرا، لكنها لم تتوقع أن تجلس لساعات على مكتب وأن تدير أعمال مكتبية، لذلك بدأت البحث عن فرصة عمل أخرى، ودرست التمثيل والمسرح بشكل كبير، وشاركت في عدد من المسرحيات بالجامعة لمدة 4 سنوات، وأدركت وقتها أن التمثيل هو حلمها ولا بد من تحقيقه، فقد تعلقت بالتمثيل وقررت أن تسافر إلى نيويورك. مكثت هناك لمدة 5 أشهر ودرست الفن وقدمت عروض مسرحية، وتعلمت الكثير وقتها من مدارس أخرى وأضافت لها الكثير. وتتميز النجمة التركية جيمري جومالي بشخصية مرحة مفكرة، فهي فتاة تعشق الرقص والغناء والتمثيل، بالإضافة إلى عشقها للقراءة وكتابة القصص والمقالات. جيمري فتاة مختلفة عن فتيات جيلها، فعلى الرغم من كونها فتاة نشيطة ومرحة إلا أنها فتاة ذكية تحسب خطواتها جيدا قبل السير بها، فنجد أن على الرغم من قلة عدد الأعمال التي شاركت بها جيمري، إلا أن كل الأعمال التي شاركت بها نجحت نجاحا كبيرا على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط. بالنسبة للحياة العاطفية، تجد جيمري أن خطوة الحب والارتباط ليست بخطوة سهلة، بل يجب التفكير جيدا بها حتى تتمكن من الإعلان عن ارتباطها بشخص معين، كما أنها تجد في مهنتها متعة لا تعتقد أنها سوف تجدها في أي مهنة أخرى. وجيمري هي فتاة تعشق التغيير وتكره الأعمال المكتبية، وتجد أنه على الرغم من أن مهنة التمثيل مهنة متعبة إلا أنها تجد بها أمتع الأوقات ولا تشعر بالملل. وعن حياتها العاطفية، فهي ترى أن الحب شيء كبير، ومن الغباء قول هذا، هو الحب لأي رجل، فإن الحب علاقة كبيرة جدا لا تقال لأي أحد.
ولا بد من وجود ثقة كبيرة بين الطرفين وتسامح، وأن كل حب حقيقي لا بد أننا أصدقاء جيدون. هي الآن ليس على علاقة بأحد، وكل ما تفكر به عملها. وشاركت النجمة الشابة جيمري جمالي في المسلسل الناجح على مستوى العالم وهو جسور والجميلة مع النجمة العالمية توبا بيكستون والنجم العالمي كيفان شتاتلتوك. وتدور أحداث المسلسل حول فتاة جميلة تعيش في قرية صغيرة وشاب وسيم يدعى جسور، وقرر أن ينتقل إلى القرية التي كان يعيش فيها والديه عندما كان صغيرا. وفي اليوم الذي ينتقل فيه إلى القرية يجد جسور فتاة جميلة تتجول بحصانها الأبيض، فيقع في حبها من النظرة الأولى. ثم تفقد الفتاة السيطرة على الحصان، فكان على وشك الوقوع بها إلا أن جسور يأتي وينقذها، ومن هنا تبدأ قصة الحب الكبيرة بينهما. ثم يكتشف جسور بأن جميلة هي نفس الفتاة التي تسبب والدها في وفاة والدي جسور، والذي كان يسعى طوال حياته للانتقام منهما. فهل سيتنازل جسور عن الحب في سبيل الانتقام؟ وشاركت أيضا في مسلسل درامي اجتماعي لا تترك يدي في دور جانسو، المسلسل بطولة ألب نافرز والفنانة لينا بوز ونخبة من نجوم الفن التركي. وتم عرض أولى حلقاته في 21 من يوليو عام 2018، فهو من المسلسلات التركية الصيفية التي حصلت على حملة دعائية كبيرة وحصلت على نسبة مشاهدة جيدة منذ الحلقات الأولى. وفي نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.